ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا العونطجي من جديد. على لقاء العونطجي توعدنا نحن وسود العيون، وكان اليوم موعدنا، ولكنني لا أعتقد أن أحدا منكم ترقبه حقا. فعلى الرغم من لذة وهضامة وخفة دمه، إلا أن لا أحد يبحث عنه بيديه، لا أحد يأتي بالدب إلى كرمه، بالإضافة إلى أنه بيجي لحاله، ما في داعي تدور عليه. لكن إذا كنت قد أرسلته في مهمة فعليك غسل إيدك من هالمهمة والبحث عن شخص آخر كي ينجزها، لأنه حبيبنا خلاص ما عاد يرجع اليوم غط. أولم ترسلك أمك في رحلة برية ومهمة نارية، ألا وهي شراء علبة كبريت فقط لا غير، فخرجت ولم تعد لأنك عونطجي؟ قلت في نفسك سأصرف هذه الفلوس على ملذاتي الشخصية وسترسل أمي أخي وأختي بعد قليل، وانتهى الموضوع صلى الله بارك. حليت من عندك يا أكابر، حتى كنت تدخل المخافر، وصرفت فلوس الكبريت وفتحت كيس الشيبس مختالا فخورا، وبدأت تقرمش يا أيها القرموش الذي ستقرمشه أمه قرمشت الكلاب، وسيؤاجر كل سكان البيت مع الست الوالدة ويساهمون بكم كف وكم رفسة علك تتذكر القتل، فإن الذكرى تنفع بالإضافة إلى أنها ناقوس يدق في عالم النسيان. لكن معك فالج لا تعالج، ما في شي بينفع، قلبك طيب وبتحب الناس لكن كلماتك لا قيمة لها، ووعودك كاذبة على الرغم من لطافتها ولذاذتها وأهميتها ومزيتها، والذنب ليس ذنبك كما تردد، فأنت عونطجي منذ طفولتك، هكذا خلقك الله، ما شاء الله عليك، واسم الله حولك وحواليك، خاصة لما بتدق على صدرك وبتمسك على شواربك أنه عندك. بصراحة بس تصير الأمور عندك كل الدنيا بترتاح، لكن لأمد قصير، وبعد ذلك يبدأ القلق والتوتر عند الناس، وتكون أنت مختفيا يا ابن الحلال، هربانا من وعودك التي فشلت في تحقيقها، فأغلقت موبايلك وهربت من دارك ومن جارك، وعلى أنغام اللي بيحب النبي يخلي خليت. ويا حيف عليك يا حيف، طلعت مؤدي الكلمة وطلعت مو تمام، وطلعت مو رجال دبل مثل ما بيقولوا عنك الخلان، وطلعت أهم شي كذاب، وطلعت مجنون وغير مسؤول عن كلامك، لكن الحقيقة أنهم يظلمونك قليلا، فأنت لطيف وظريف وجذاب وكذاب، بتحب الناس فتحل لهم أمورهم المعقدة على القاعد، ودون أن يرف لك جفن تنهي المشاكل العويصة بوعود ما أنزل الله بها من سلطان، وبتعمل من البحر طحينة ومن الصحراء واحة الواحات ومن نهر بردة نهر السين إلى آخره، فقط لأنك تحب الناس ومعشرك لطيف وتريدهم أن يكونوا سعداء على الأقل لحظة وجودك معهم، لكنك لا تعرف أنه بعد ذهابك وانتظارهم لك ولوعودك الخلبية سيكونون في غاية التعاسة وغاية في القلق والتوتر وهم بالانتظار. صحيح أنك مجرد عونطجي لا تؤذي أحدا، لكنك في هذه الحالات تقترب من الإيذاء، ولأنك إنسان مرهف نوعا ما، فإنك عند المشاكل الكبرى التي يمر بها أصدقاؤك تكون أنت المفاجأة، فبعد أن يلجأ إلى كل القبضايات ويخذلونه سيجدك دون أن يتوقع، وقد وقفت بجانبه تلك الوقفة التي لا يقفها إلا الرجال، وينظر صديقك إليك مندهشا وهو يقول في نفسه والله حل العونطجي. هكذا حدثنا الدمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.